سلام، كيفكم اصدقائي؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير اصدقائي. معكم عدنان الشهبي ورجعت لكم لفيديو جديد. اليوم الفيديو هو صدمة كتير كبيرة، صدمة 4 مليون شخص، 4 مليون متابع بقرار طلع من ابن سوريا. العالم انصدمت كتير كتير، والقرار نزله على الانستغرام. العالم كتير تفاجأت من هالقرار، وقرار يعني مصدم. ما راح اطول عليكم اصدقائي، راح اقرا لكم القرار بسرعة. ما كنت راح احكي، نطرت حتى اجت راس السنة، تصفي الشهرة وتصفي اليوتيوب. ما في اي شيء بيخليني بعيد عن اولاد بلدي او بخلي حاجز بيني وبينهم. وعد مني راح ازوركم، انا مو بس ابن سوريا، انا ابن ادلب كمان. راح اشيلكم بعيوني، راح اشتغل على هذا الموضوع. لو الشيء بيكلفني روحي راح اعيش معكم، ولي الشرف، ولي الشرف افضل من اني اضل داخل بيوتي، داخل البيوت مثل الحريمات. انا اسف، يمكن تاخرت، سامحوني. وعد مني حتى ازوركم واقدم كل شيء. اصدقائي مثل ما شفتوا، قرار مفاجئ كتير كتير، يعني قرار قوي كتير كتير وصارم. ابن سوريا بحياته ما حكى شيء وتراجع عنه. ابن سوريا يعني لحد ينزل يتفلسف يقول ابن سوريا الله بده يساعد. ابن سوريا من زمان عم يساعد العالم، مو هلا. ابن سوريا قال له كذا شغله ساعد فيها، كذا شخص ساعده باسطنبول، بقاليات ساعده بمبلغ مادي كتير كبير لو قف على جيهم، كذا ناس ساعدوا من سوريا بمبلغ مصاري كتير كبير سلموا باليد. لا حدا ينزل ويتفلسف بقول ابن سوريا الله بده يساعد. ابن سوريا قد الكلام ودود. اصدقائي نحن ما لازم نوقف ضد هالكلام، لازم نحن نوقف معه ونساعده. ابن سوريا يعني عم حاول قدر امكانه ليساعد الناس. اصدقائي لو وصلنا لنهايه الفيديو، اذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشتراك وفعل علامه الجرس. احبكم، تزورنا فيديو جديد. سلام.